متابعي اس دي نيوز الكرام، طابت اوقاتكم وهذا اللقاء الخاص مع النائب صائب خضر ممثل الكوتة الايزيدية في البرلمان العراقي حول قانون الناجيات الايزيديات. سيادة النائب، بعد التحية، انت كنائب عن المكون الايزيدي في البرلمان العراقي، ماذا يعني لكم التصويت على هذا القانون ومصادقته من قبل رئاسة الجمهورية قبل ايام؟ تفضل سيادة النائب. طبعا قانون الناجيات يعد واحد من القوانين المهمة الذي عملنا عليه لإنصاف هذه الشريحة المظلومة والمضطهدة من أبناء المكون الإيزيدي. وطبعا الناجيات الإيزيديات فترة طويلة عانوا من ظروف عدم وجود يعني رواتب أو رعاية بإطارها القانوني. كان هناك مثلا اهتمامات، ولكن هذه الاهتمامات لم تكن ملزمة في غطاء قانوني. هذا القانون حقيقة راح يوفر لهم الكثير من الامتيازات، أهمها الامتيازات التي ذكرت في مواد القانون الخاصة في المادة 6 في منحهم الرواتب وقطع أراضي، وأيضا استثناءهم من شرط العمر للذين يرغبون بالدراسة، وأعطينا أولوية إلى التعيين بنسبة 2% إلى الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون. في تصوري هذا القانون قفزة مهمة في حقوق الناجيات، وقدرة كبيرة على البرلمان أن يمرر هكذا قانون في هكذا ظروف صعبة واستثنائية يمر فيها العراق، تمر فيها المنطقة، يمر فيها البرلمان، وجملة من القوانين الحساسة والقضايا الحساسة السياسية في الواقع العراقي والبيئة الغير منسجمة كثيرا في البرلمان. وأن يتم التصويت على هذا القانون للإيزيديين أنا أعتقده مكسب كبير، ويحقق الكثير للناجيات في المرحلة القادمة. تمام استاذ، بالنسبة لهذا الكلام، هل تم تمرير القانون بسهولة داخل البرلمان العراقي؟ يعني لم يجابه بالرفض من قبل كتل أو نواب معينين؟ طبعا القوانين بشكل عام تمر بصعوبة في البرلمان، يعني قوانين بشكل عام تحتاج إلى نوعين، النوع الأول حراك سياسي، والنوع الثاني رؤية قانونية. طبعا هكذا قوانين نحن مرينا، طبعا هذا القانون قدم مع قانون سبايكر، طبعا يجب أن نعلم أنه قدم من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بصفته الدستورية. طبعا احنا يجب أن نعلم أن هناك نوعين من الآليات لتقديم القوانين. مشاريع القوانين تقدم من قبل الحكومة، يعني السلطة التنفيذية سواء رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، تسمى مشاريع قوانين، ومقترحات قوانين تقدم من النواب، عدد معين من النواب، وهذه آلية تشريعية رسمها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. طبعا هذا القانون قدم من قبل السيد رئيس الجمهورية وفقا للصلاحيات الدستورية المخولة له، ودخل في نقاشات كثيرة في لجنة الشهداء، ثم أحيل إلى الأمانة العامة، ثم دقق من قبل مجلس شورى الدولة، وكنا في متابعة مستمرة لهذا الموضوع. من إجا إلى البرلمان عملنا عليه مع اللجان المختصة، الشهداء، المرأة، حقوق الإنسان القانونية، وطبعا مع الفعاليات الإيزيدية والمدنية والمحلية والدولية، وأغنينا القانون، أغنينا بنصوص أضفنا إلى النصوص التي كانت موجودة، حذفنا كثير من النصوص التي كانت تتعارض مع الثوابت الإيزيدية أو الرؤية الإيزيدية أو الدين الإيزيدي، وأيضا قيمنا بعض القضايا التي من خلال عملنا استشارينا كثير من الحقوقيين القانونيين سواء على المستوى العراق، المستوى المحلي، المستوى الإيزيدي أيضا، وأضفنا قضايا توائم البيئة الإيزيدية والعمل. فمثلا عندك الملف المختطفات، أوكلنا إلى المديرية عملية المختطفات، المديرية التي سوف تنشأ أوكلنا إليها عملية الإشراف على ملف المختطفات والبحث عليهم. قبل كان عندنا لجنة، إحنا قبل كنا مشكلين لجنة ونتابعها، لجنة في مجلس الوزراء، اللجنة تعرف تعمل بوتيرة بطيئة، اليوم تعقد، اليوم ما تعقد، اليوم لا،
ألزمنا المديرية بموجب القانون أن تبحث على المقتطفات، ألزمنا المديرية بموجب القانون أن تعمل على المقابر الجماعية، ألزمنا المديرية بموجب القانون أن تنسق مع اللجان التحقيقية، ألزمنا المديرية أن تعمل على عملية التأهيل الصحي. طبعا نرجع إلى سؤالك، هل كان صعوبة؟ كان صعوبة جدا، وأعتقد جلسة مجلس النواب التي نشرت على مواقعنا الرسمية وأيضا على موقع مجلس النواب بإمكان المشاهد اليزيدي والآخرين أيضا أن يلاحظ مدى حجم الصعوبات التي كانت في تمرير هذا القانون. لكن كما قلنا، العمل البرلماني لا يحتاج فقط رؤية قانونية، تحتاج إلى رؤية سياسية، حراك، تلاؤم مع الكتل السياسية، شرح المواقف للكتل السياسية، شرح صيغة القانون، تمرير النصوص بشكل منطقي وواقعي ومقنع، مجادلة النواب، مناقشتهم. وطبعا نحن كنا متولين هذه العملية في مناقشة سواء على مستوى اللجان أو حتى على مستوى جلسة مجلس النواب، وكنتم مطلعين. وها طبعا لا ننسى أنه النصوص القانونية تخضع إلى المصادقة من قبل مجلس النواب، والحمد لله والشكر. أكيد كان هناك اعتراضات لدى البعض حول التسمية، حول الامتيازات، ولكن نحن كنا نحاول، أكدنا وأصلينا على وجود هذا القانون بهذه التسمية والامتيازات. الحمد لله والشكر، القانون يعني كان استطعنا أن نصوت على المواد المهمة والمؤثرة والمفيدة للواقع الإيزيدي، وطبعا الاعتراف للإبادة، وبعدين راح نمر على ماذا تضمن القانون. نعم كان هناك صعوبة جدا، ولكن رئاسة مجلس النواب، الكتل السياسية المتعاونة معنا، وأيضا نحن كلجان مختصة عملنا على شرح هذا القانون وأبعاده، والحمد لله والشكر يعني مر هذا القانون بالتصويت عليه كما رأيت في الجلسة. ألف الحمد لله على تمرير القانون. أستاذ صايب، تصديق رئاسة الجمهورية على القانون هل يعني دخول القانون حيز التنفيذ أم ماذا يعني؟ هل أن القانون ستبدأ الإجراءات، هل دخل حيز التنفيذ فعلا؟ لا، إحنا عندنا نص دستوري إنه القوانين لا يعتد بها إلا بعد صدورها في الجريدة الرسمية. يعني الجريدة الرسمية هناك يعني إجراء تشريعي، هذه إجراءات قانونية دستورية تشريعية. القانون ابتداء بعد التصويت عليه من مجلس النواب يذهب إلى الرئاسة، الرئيس وفقا للصلاحيات الدستورية يصادق عليه خلال مدة 15 يوما. بعد المصادقة يرسل إلى وزارة العدل، دائرة الوقاية العراقية، الجريدة الرسمية. بعد ما ينشر في الجريدة الرسمية يعتبر ملزما ونافذا للجميع، وبالتالي لو تلاحظ في المادة 14 الأخيرة يقول ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فبالتالي نفاذية هذا القانون سوف يكون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. واليوم نتابع هذا الموضوع، وقع عليه رئيس الوزراء، هناك تواصل أيضا مع وزارة العدل، سوف يتم إرساله إلى وزارة العدل خلال اليومين القادمين، ومن ثم على المدى القريب سوف ينشر ويأخذ مداه في التنفيذ على الناحية. أستاذ صايب، الفئات المشمولة ضمن هذا القانون هل هن الناجيات فقط أم هناك فئات أخرى من الناجين تعرف، والأطفال الناجين من قبضة داعش هل هم أيضا مشمولين بهذا القانون؟ طبعا الفئات المشمولة ذكرناهم، لو ترجع معي للقانون المادة 2 يسري أحكام هذا القانون، كل ناجي أو المادة 2 يسري تسري أحكام هذا القانون على أولا كل ناجية إيزيدية تم اختطافها من قبل تنظيم داعش وتحررت بعد ذلك، هذا مبدأ، هذا واحد. اثنين، النساء والفتيات من المكون التركماني والمسيحي والشبكي من الناجيات الذي تنطبق عليهم وصف الناجية. احنا في المادة 1 عرفنا من هي الناجية، الناجية عرفناها هي كل امرأة أو فتاة تعرضت إلى جرائم العنف الجنسي، وأدرجنا عدة مواصفات منها تتعرض إلى عنف جنسي، اختطاف، استعباد، بيع في أسواق النخاسة، فصلها عن ذويها، إجبارها على تغيير دينها. طبعا يجب أن نعلم أن هذا القانون عملنا عليه مع بدقة في العبارات والنص وبما يوائم واقع الناجيات.
الفئات المشمولة قلنا الناجيات من التركمان والمسيحيين والشبك، الناجين من الأطفال الإيزيدين والذين كانوا دون السن 18. يعني كثير عندنا أطفال ناجين حقيقة لديهم يعني اختطفوا مع ذويهم، قسم من ذويهم عاد، قسم من ذويهم توفى، رجع الطفل تحرر بطريقة أو بأخرى وهو من أب وأم إيزيديين وموجود، فبالتالي هذا أيضا شملنا الناجين الإيزيديين من المقابر. النص رابعا الناجين الإيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك من عمليات القتل والتصفية الجماعية التي قام بها التنظيم داعش في مناطقهم. يعني الشخص الذي كان أثناء وجوده في لحظة القتل، يعني عملية القتل، من تم عملية قتلهم، لدينا كثيرين كانوا أثناء عملية القتل وبعدين نجوا، فهؤلاء طبعا أيضا مشمولين. لم يوجد نقطة أيضا، عملية الإثبات راح تتطلب أن يكون هناك عنصر الإثبات على الناجي أو الناجية أو هذه الفئات المشمولة، تقدم من خلال لجنة، واللجنة التي شكلناها في مواد المادة المواد المذكورة في القانون شكلنا لجنة، هذه اللجنة راح تبت في صحة الطلبات، وكل شخص يجي يقول أنا ناجي أو كل بنت تجي تقول أنا ناجية، لا، هناك شروط ومعايير سوف يتم وضعها حتى لا يتم استغلال هذا القانون. طبعا نحن أيضا في داخلتي في مجلس النواب كان عندي يعني تأكيد على عملية الإثبات، لأنه نحن ما نريد أن يتم استغلال هذا القانون بحيث يتم شمول من لم يذكر في هذا الموضوع، فراح يكون هناك ثوابت وتعليمات وأسس لمن ينطبق عليهم هذه الشروط وفق المعايير القانونية طبية صحية نفسية تقدم. طبعا أكيد هذه راح تخضع إلى تعليمات وتقدم من قبل اللجنة المختصة من قبل الطالب. أقول نقطة أيضا، الناجيات اللي من الخارج أشرنا إلى فتح نافذة إلكترونية. نحن نعرف كثير من بناتنا وخواتنا الناجيات والمتضررين والأطفال موجودين في الخارج، تسهيلا للعمل أشرنا إلى أن تتطلب اللجنة وألزمنا اللجنة بأن تفتح نافذة إلكترونية لاستقبال طلبات الناجيات الذين في الخارج ودراستها. تبقى عملية بعد ما يدققون ويكملون العملية لازم تجي الناجية تثبت وجودها أنه بالفعل هي اللي قدمت واللي هذا، فالعملية يعني حاولنا قدر الإمكان شمول كل القضايا المتعلقة في الناجيات والمتضررين. خلال مدة عملنا واحتكاكنا مع الناجيات استشفينا كثير من القضايا وحاولنا نعالجها في هذا القانون. نعم أستاذ، كلمة أخيرة توجهها للمتابعي اس دي نيوز. والله أنا أشكركم يعني حقيقة جدا على الاهتمام بالقضايا الإيزيدية يعني كشبكة إعلامية أو كموقع إعلامي، وأيضا على هذا الاهتمام بهذا الموضوع، وأكيد راح نواكبكم في كل تفاصيل هذا القانون الذي عملنا عليه. وطبعا هذا جزء بسيط، احنا مهما قدمنا إلى القضية الإيزيدية أنا أو غيري أو الكثيرين راح يكون قليل بحق القضية الإيزيدية، لأنه هي اللي أعطتنا أكثر، وبالتالي هذا واجب. وهذه القانون هدية بسيطة وعمل بسيط إلى الناجحات، وراح يستمر في إحقاقها وتنفيذها لكي يستحق الناجيات كل المخصصات والقضايا المطلوبة لهم في موجب هذا القانون. وأيضا لدينا عمل على شرائح أخرى إن شاء الله في المستقبل القريب راح تكون موجودة وتستفاد، وأتمنى لكم مزيد من النجاح والتقدم والتألق كموقع إعلامي مميز، وشكرا جزيلا لكم لهذا التغطية. شكرا جزيلا أستاذ، شكرا شاكرين على وقتك، تحياتي.